اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في برنامج الموجة المفتوحة بالتعاون بين موقع بانت وقناة هلا. والى الموضوع التالي، تعد قيمة التطوع من اكثر القيم التي تعزز الانتماء خاصة عند فئة الشباب، فالتطوع والبذل له عائد خيري يلمسه كل من يخوض هذا المجال. للحديث عن التطوع وتعزيز هذه القيمة في نفوس اولادنا وبناتنا، نستضيف معنا اليوم في الاستوديو ببث حي ومباشر علي عامر من كفر قاسم، وهو ناشط اجتماعي ومرشد في التطوع في رابطة الشبيبة. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. في البداية التصليح صغير، رامي عامر. أول شيء شكرا لموقع أهلا وشكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا أكيد موضوع التطوع هو موضوع شاق كبير مهم جدا في مجتمعنا العربي خاصة، ومهم جدا في بناء شخصية وصقل هوية الشباب وندمجهم في الحياة اليومية في مجتمعنا. نعم، قبل أن نخوض بالتفصيل حول موضوع التطوع وتأثير هذه القيمة على يعني من حيث صقل الشخصية عند فئة الشباب، دعني أسألك أولا، حدثنا بداية عن رابطة الشبيبة للتغيير. طبعا رابطة الشبيبة، رجعتوني بالتاريخ كثير لورا شوية. رابطة الشبيبة للتغيير هي رابطة شبابية أقمناها في 2008 على إيدين مجموعة شباب وصبايا من كفر قاسم، في ظل موجة كانت صحوة شبابية في كل مجتمعنا العربي. جاءت في بعد أعتقد أحداث أكتوبر، وجاءت بعد مشروع برافر اللي كان تهويد النقب، فكان في صحوة شبابية في مجتمعنا العربي، إقامة أطر شبابية اللي من خلالها نبني مجتمع أو مجتمع شبابي اللي يكون واعي مثقف عنده انتماء لبلده ولمجتمعه وصقل هويته، بناء هويته، مش بس هويته الشخصية بينما هويته الثقافية والاجتماعية. كنا في ظل غياب الأحزاب السياسية والأطر السياسية عن مجتمعنا، فنشطت هذه الأطر الشبابية، وهي كانت في كل الوسط العربي تقريبا، في كفر قاسم كان في روضة الشبيبة، في الطيبة كان تشرين، في كفر برا مداد، في كل الأطر في كل البلاد العربية. فأقيمت هذه الرابطة في 2008، حطت قدامها هدف نشاطات في البداية الانتماء لكفر قاسم وللمجتمع، نشاطات تطوعية، أعمال تطوعية، وبناء نشاطات أو فعاليات اجتماعية على خلال السنة اللي بتخص تاريخنا وهويتنا كوننا عرب فلسطينيين في دولة إسرائيل. يعني مصطلح صح ومصطلح ثقيل بعض الشيء، يعني عندما تقول بأن هنالك قد حدثت صحوة شبابية، يعني أنك تنفي قبل ذلك بأنه لم يكن هنالك صحوة شبابية، إنما وضع غير مقبول بين شريحة الشباب. كان بس لكن حسينا في فراغ. شفنا لو نحدد أكثر، ما المقصود بصحوة شبابية؟ يعني من أين جاء هذا الاحتياج إلى أن أثير صحوة شبابية في شريحة الشباب؟ ما النقص الذي كان موجود ولم تغطيه أي إطار معين في البلدات، سواء أطر سياسية، أطر اجتماعية، أطر دينية، لم اختلف ذلك؟ أنا بتذكر في هذه الفترة أين الفجوة بالضبط؟ كان عدة فجوات. أول شيء مثلا كنا شباب ضايعين، أغلب الشباب طلاب جامعات مش عارفين نحدد هويتنا. اثنين، كان في أحداث في مجتمعنا العربي، برنامج برافر مثلا اللي هو تهويد النقب، قبلها كان الخدمة المدنية، في كان غياب للصحوة وين إحنا رايحين. يعني أزيد إحنا كان في مش عارفين شو بدنا من مجتمعنا، أو شو إحنا بدنا، وين إحنا، لمين إحنا منتميين، هل إحنا منتميين لهويتنا التاريخية القومية ولا للهوية اللي حاملينها بجباتنا. فهناك كان في هاي النهوض الشبابي المثقف اللي حب أكثر يدخل للساحة السياسية، للساحة الاجتماعية،
يدخل لتاريخه لانتمائه ويتعرف ويعرف في نفس الوقت. احنا ما كنا بس فقط نعرف الشباب او نكون في فعاليات، في نفس الوقت احنا كنا نستفاد اكثر، لانه لما تجتمع مجموعه شباب مثقفه او قسم منها متعلم مثقف يختلفون في الفكر وفي المبدا وفي النهج، هناك في لقاءاتنا كان يكون حوارات ونقاشات اللي من خلالها نبني برامجنا حتى نتنور أزيد، نتعرف أزيد. فهذا الشيء بيخلق إطار شبابي اللي يدمج النقص اللي موجود في مجتمعنا والتقدم فيه. فبتلاقي صعوبات، مش سهل انك تيجي بدون اي ميزانيات، بدون في ظل الاحزاب الموجوده بدك تنهض في ظل الاحزاب، الاحزاب دائما بتحب الانتماء لها. فكان في صعوبه، لكن اصرار الشباب على ادخال شيء جديد في هذا الفراغ الموجود في الساحه الاجتماعيه في وسطنا العربي كان له دور. نعود قليلا إلى قيمة التطوع، يعني من خلال عملك وتجربتك الميدانية بين الشباب، كيف تقوم بتعزيز قيمة التطوع عند شريحة الشباب؟ الإشي مش سهل. يعني أول ما تيجي تقول تعالوا نتطوع، هم الناس تفكر أنه التطوع يعني تقدم شيء ببلاش من غير مقابل. أكثر شيء تتقبل فيه مدخول إلك هو التطوع، مش مدخول مادي. لكن أنت لما تتطوع انت بتدخل في هويتك، في داخلك عائد قيمي، عائد قيمي كبير اخرى، وبتبني شخصيتك على هذا المبدا. فانت لما تيجي تخدم مجتمعك انت اول شيء تخدم نفسك، هذا اكثر شيء بتشعر فيه. انه انا لما اجي اقدم لمجتمعي شيء، فاول شيء بستفاد انا، باجي بقدم بقول تعالوا ننظف مثلا شارع، بدي اروح ابسط الاشياء. ناس تيجي تقول لك شو ليش تنظف شارع، ما في بلديه بتنظف شارع. لا يا عمي، انت لما تنظف شارع انت اول شيء بتنظف نفسك، انت بتشعر انك انت من الداخل في شيء تنظف داخلك. انت بتصير تقول انا بقدرش ارمي بالشارع، وبتحافظ على الشوارع بلدك، بتشوف انه انت بتقدر تساوي شيء جديد. نفس الشيء في الثقافه، نفس الشيء في الـ في الـ في, الـ في كل شيء. احنا مثلا بنقول فيش عندنا فعاليات، فيش عندنا نشاطات، ليش مثلا اولادنا بالشوارع؟ لا، تعالوا نحط اولادنا تحت اطار، اولادنا عندهم مواهب، بتقول لهم تعالوا نقدم شيء برنامج معين، بتلاقي الاولاد عندهم مواهب بيقدموا. فهذا الولد انت لما تيجي تحطه قدام كاميرا او قدام جمهور ويجي يقدم ما عنده، انت بتبني له شخصيته، بصير عنده ثقه في النفس، بصير عنده مسؤوليه، فتح المجال الافق قدامه. امام الشباب ومش بصير محصور في شيء معين، انه هاي الموهبه اللي داخله هي بس داخله قدامه. فبصير من هذا التطوع انت بتبني مجتمع، تبني جيل جديد، تبني جيل اللي عنده انتماء، حبه لبلده. هو لما يجي ينظف شوارع بلده ويجي يعمل فعاليات ونشاطات في بلده، أول شيء بشعر فيه حب بلده، اثنين بتعرف على تاريخه، بتعرف على انتمائه. كيف؟ يعني كيف، أو لو أنك تعطي للمشاهدين مثال على عمل أو برنامج أو مشروع تطوعي يعرف هذا الشاب على بلده وقريته، بحيث يكون هنالك في النتاج انتماء لهذه البلد، كيف تقومون بذلك؟ أنا بقول لك كيف. مثلا في كفر قاسم في عام 1956 كانت مجزرة كفر قاسم. في بعد 50 سنة لذكرى مجزرة كفر قاسم أقيم متحف كفر قاسم. المتحف هو كان عبارة عن صور وبعض المعلومات البسيطة، تيجي الناس تزور المتحف تتفرج شو بداخله، فيش حدا يشرح للناس شو موجود ويطلع. جينا احنا في رابطة الشباب التغيير، كنا هذا مشروع المتحف بدنا نطوره، بدنا نبني مجموعة إرشادية. أول شيء نتعلم عن مجزرة كفر قاسم، عن تاريخ كفر قاسم، ندخل نقرأ معلومات، نعرف شو كل شيء، نزور جرحى، نزور ناجين، نزور ناس اللي عايشوا المجزرة، نجمع معلومات قيمة عن هذا المشروع، ونبلش نستقبل المجموعات اللي نستضيف فيها. يعني نروح نستقبل طلاب المدارس، ندعوهم على إنهم يجوا على المتحف ونعلمهم أو نرشدهم عن أحداث المجزرة. هذا المشروع لحد اليوم موجود. يعني الأجيال إحنا أنهينا، يعني أنا لحد اليوم مثلا قسم من لحد اليوم بتطوع، قسم راح على تجوز وراح على تعليمه وراح على حياته الخاصة، لكن في المشروع هذا مستمر، استمرارية للمشروع، في استمرارية له. أجت أجيال جديدة وأجى شباب جديد، وفي صار نوع من جديد اللي هو مستمر. يعني اليوم في كفر قاسم في كل ذكرى مجزرة وحتى على مدار السنة بتلاقي مجموعات تطوعية، حتى لو مش إحنا موجودين، تحت اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى، تحت أي إطار ثاني، في مجموعة
مجموعة شبابية اللي مستمرة في هذا المشروع. هذا مشروع قيم اللي إحنا بنيناه في 2008 2009 بلشنا فيه لحد اليوم موجود. أنا بالنسبة إلي هذا شيء يعني ما بنسهوش طول حياتي. أنا جيت وبعيش لحد اليوم. أنا لحد اليوم بتطوع في الإرشاد وفي حياة ذكرى. شو استفدت منه؟ أول إشي المعلومات اللي جمعناها معلومات رهيبة. اثنين معلومات عن بلدي. يعني أنا اليوم لما أجي أقول كفر قاسم بعرف تاريخ كفر قاسم من بدايته لحد اليوم. بعرف أدق المعلومات عنه. هل أنا بفيد منه؟ أكيد. لما يجي قدامي أي إنسان ويسألني شو عن كفر قاسم، في شو أعطيه؟ مش بس مجزرة كفر قاسم وتاريخها أو تاريخ مجزرة كفر قاسم. تاريخ كفر قاسم 400 سنة أو ما يقارب 400 سنة، مر في عدة في 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 عدة تقلبات ومر في عدة أحداث اللي أنت بدك تحكي عنها على مدار السنين. فبصير عندك هذه المعلومات الثقافية أو البنك اللي أنت بتجمعه معك وبده يظل مستمر معك من مكان لآخر. يميز هذه النشاطات طبعا هي احتكاكها مع الناس، يعني هنالك مقابل الشخص الذي يتطوع أو الرابطة أو الشريحة التي تتطوع، يوجد في المقابل أناس تقابلون الكثير من الناس. السؤال، هل فعلا حتى اليوم في مثل هذه الأثناء في ظل الحرب في ظل حالة الطوارئ في البلاد، هل تلمس أنه ما زال هنالك إقبال عند الناس تجاه المشاريع التطوعية؟ صراحة الرابطة وقفت من فترة زمنية يعني، لكن لحد اليوم في تطوع يعني، بس مش بالنمط اللي كنا فيه في الفترة هذيك. هذيك كانت فترة زي بيقولوا فترة ذهبية للتطوع، لكن التطوع لحد اليوم مستمر على أشخاص. يعني في أشخاص اللي بتحب العمل التطوعي بتلاقيها موجودة في كل مكان، في أي نشاط بدون أي انتماء سياسي أو أي انتماء لأي أطار، فبتلاقيها في أي شيء بيخدم البلد بيخدم المجتمع بتلاقيها. يعني ربما بالنسبة للرابطة هي فترة ذهبية، الآخر من الجهة الثانية يراها أيضا اليوم هي فترة ذهبية. يعني كل مجموعة وكل إطار أكيد تنظر لنفسها، يعني حتى نعطي الحق للجميع، هي أيضا فترة ذهبية. أكيد. أنا حتى لحد اليوم بفتخر في كفر، يعني أنا كابن كفر قاسم بفتخر في هناك مشروع تقوم فيه الحركة الإسلامية على مدار سنوات اللي هو مشروع المعسكر العمل الإسلامي. أنا أفتخر أني ابن كفر قاسم لما أرى في خلال السنة في عنا مشروع ليقام على إيدينا الحركة الإسلامية اللي هو معسكر العمل الإسلامي، مئات بل ألاف الشباب أرى بالشوارع ما بين 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين وكبار في السن 60-70 سنة ماسكين المكنسي وماسكين موجودين في كل زاوية في كفر قاسم، بحافظوا على نظافتها، بزرعوها، بيعملوا كل شيء. أنا بفتخر بكون جزء من هذا المشروع. إحنا ما بنتطلع إنه أنا بنتمي هذا مشروع الناجح، لا، أي شيء في عمل تطوعي هو بتشعر فيه، خاصة لما أنت تكون من المتطوعين بتشعر إنه أي مشروع متطوع مش مهم لمين ينتمي، أنت بتشعر إنه في هنا تنبت زهرة أو شيء اللي بيكون فيه خير دائم، يعني ما بينتهي بس ينتهي العمل. يعني احنا لما نيجي نحكي عن مشروع تطوعي حتى لو انتهى هذا المشروع خيره بده يستمر على المتطوع وعلى اللي تطوع، يعني على الشكتين بدك تلاقيه متلقي ولا اكيد اكيد. انت مش بس بتيجي بتقدم، في شيء بيجي هيك عبثي. يعني انت لما احنا نحكي عن التطوع مشروعي كبير جدا، المقابل اللي انت بتاخذه مش مادي، هو أكبر بكثير من متعطيه. يعني أنا مش رايح أستحي في هاي الجملتين، أنا انهيت ثانوية ما للأسف الشديد ما انهيت بقروت وما انهيت لقب جامعي، لكن من عمل التطوعي بشعر أنه معي أكبر لقب في الدنيا، لقب أخذته من التجربة الشخصية أو من الحياة اليومية. عمليا أنا كنت طالب اللي شخصيته مش قوية ضعيفة، حتى لما المدرس يكون يعطي ويطلب مني جاوب كنت أخاف أجاوب لأني خايف إنه جوابي غلط والأستاذ بده أو الطلاب بدهم يتمسخروا علي. فدخولي في العمل التطوعي أو في المجموعات الشبابية من جيل صغير هو بنى شخصيتي، واليوم أنا بفتخر إنه أنا أب لثلاث طلاب، بنيت مع مجموعة شباب رابط شباب التغيير، متطوع في كفر قاسم، مرشد معروف على مدار السنين كمرشد عن إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم، حتى في ناس
بنادوني بنك معلومات، يعني معنى من كثر ما فيه معلومات عن تاريخ كفر قاسم، وبستقبل مجموعات إرشادية اللي أرشدها في كفر قاسم. اثنين، وصلت لأماكن اللي أنت بتقول الحمد لله يا رب العالمين، إنك تكون مش صاحب لقب، إنك تقف قدام كيف بيقولوها مرتسين بالعربي، محاضرين وتعطيهم شرح ويقولوا لك انه يسالوك شو اللقب اللي معك، فانت بيكون عندك هاي العز والفخر. وانا بقول هذا طبعا بفضل الله، فضل تربيه صحيحه من الوالدين، والعمل التطوعي انا بشوفه في هذا 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 كان السند اللي دائما خلاني متقدم في 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 حياتي اليوميه. نعم رامي، تقييم الانسان لا يقتصر على شهاده جامعيه او شهاده مدرسيه وما او حتى مبلغ من المال يودع في حسابي بالبنك، تقييم الانسان هو اعلى بذلك واسمى بذلك من ذلك بكثير. وهذا يدفعني الى ان اتساءل، من خلال خبرتك في العمل الارشادي، كما قلت انك درست تاريخ كفر قاسم و تلقي بذلك هذه المعلومات حتى على أشخاص من فئات أكاديمية عليا، لابد وأن قيمة الانتماء هنا تظهر بشكل أكبر. كيف توضح ذلك وتربط ذلك مع التطوع، العلاقة بين الانتماء والعمل التطوعي؟ أنت تقدم عمل تطوعي صحيح؟ مظبوط. بالمقابل أنت تعزز الانتماء عند أبناء الشبيبة خلال يعني من خلال تجربتك وعملك في الميدان، ما العلاقة بينهما؟ كيف ما العلاقة بينهم كبيرة. أنت أول شيء مش أنا ما أنت بتتطوع، بس الإنسان لما يعرف تاريخه، يعرف هويته، يعرف من وين هو جاي، شو أصله، أكيد بيكون انتماؤه كبير. يعني إحنا لما نيجي نشرح للطلاب إنه من وين أنت، بيقول أنا مثلا بدي أعرف هويته، أنا ابن كفر قاسم، عمري كذا، عيني، طولي، ذكر، أنثى. بس لما تيجي تعرفوا تاريخه أو التاريخ تعيه وتاريخ بلده وشو مرت بلده خلال السنوات، كديش تطورت. يعني أنت لما تيجي تحكي عن كفر قاسم اللي عمرها ما يقارب 400 عام، وبلشت في 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 1000 مواطن وارتكب فيها مجزرة بشعة، مثلا مجزرة بشعة اللي لو ما كانتش كان عدد سكانها اليوم ما يقارب 50-60 ألف نسمة، وتشرح له التفاصيل، المعاناة والفقر اللي كانوا فيه أبناء مثلا اليوم احنا موجودين اليوم. دعني أوضح السؤال أكثر من ذلك للمشاهدين. عادة يعني المفهوم الذي يقبع في رؤوس الناس حول التطوع هو فعل الخير، أنه يقوم بفعل إنساني، بفعل خير في مختلف المجالات. فعل الخير يعني العائد الذي يعود على الشخص المتطوع في فعل الخير هو معروف، سواء من حيث الصدقة والبركة والأجر وما إلى ذلك. لكن العمل التطوعي، قيمة التطوع عندما ترتبط بشكل وثيق جدا بالانتماء، لابد وأن لها مشاريع خاصة تعزز هذا الانتماء من خلال التطوع. يعني أكبر مثال على ذلك، قد قلت قبل قليل بأن رابطة الشبيبة للتغيير كانت منذ أعوام سابقة وقد توقفت، لكن ما زلت أنت إلى حتى الآن تواصل العمل التطوعي، وهنالك زملاء لك يواصلون العمل في مختلف الأطر. يعني رابطة الشبيبة للتغيير إطار قد توقف، لكن العمل مستمر، العمل لم يتوقف، العمل التطوعي لم يتوقف. وهنا يثار السؤال، هنا يثار السؤال، ما هي العلاقة بين التطوع والانتماء، تعزيز الانتماء عند الشباب، وكيف تقومون بذلك؟ طبعا احنا بنحكي على انتماء، يعني خلينا نقول شغلة واحدة، انت بتبني وردة مش بتحافظ عليها كل ما تمرق عن جنبها وتشوفها كبرت وأزهرت وصارت تطلع ريحها، تتابع هذا الموضوع. نعم بالضبط، هيك الشباب بالضبط، انت بتبني شيء وبتشوف كيف تطور. يعني انا لما جيت قبل 15 سنة أو 10 سنين أكثر، أرشدت طلاب اللي هم جيل بصف سابع ثامن، وبعد 10 سنين جيت هذول الطلاب نفسهم هم مرشدين، وبقولوا لك أنا متذكرك، مثلا أنا متذكرك إنك صاحي لما أعطيتني إرشاد مثلا كذا كذا، تعال في عندك معلومات بدي إياها مشان أقدمها ويكون بالأفضل. فأنت بتشعر إن اللي أنت بنيته، يعني لما أنا أجي قبل 10 سنين أرشدت شخص، وبعد 10 سنين عم برشد بشخص ثاني، فأنت بتشعر هذا الانتماء. هذا الإنسان لما شاف قديش هذا الموضوع مهم له ما تركه، يعني حتى استمر في حياته اليومية في التعليم عبر الامتحانات مر مر مر، لكن لما قالوا بنا طلاب
يرشدوا في ذكرى مزركة. قال انا متذكر مثلا انه في فلان وفلان باكو يرشدوني انا بصير زيهم، وانا متذكر منيح منيح. كثير طلاب قالوا هم بصف سادس سابع انه احنا لما نكبر بدنا نصير مرشدين، وفعلا وجدناهم بالساحه في المتحف وفي كل مكان بيرشدوا. وهذا الشيء الجميل، انك انت تبني الانتماء، هو انك انت تبني طريق سليم للاستمرارية في الحياة. جميل. سؤال الآن يعني ننتقل قليلا إلى الجانب المادي بعض الشيء. صحيح أنها مشاريع تطوعية ويقوم بها المتطوع بدون مقابل، لكن هي تحتاج إلى دعم حتى تستطيع تنفيذ هذه المشاريع. من خلال تجربتك حتى اليوم، هل تلقى المشاريع التطوعية وهذه الأطر دعم معين من رؤوس أموال أو من جهات معينة مثلا أم ماذا؟ أنا بعرف شو في البلاد الثانية، أما على مستوى كفر قاسم كلمة حق تقال في أهل بلدي. هاي البلد تقدم كل شيء من أجل أي مشروع يقام في كفر قاسم وخارج كفر قاسم. يعني رجال الأعمال سخيين يقدمون، ما دام الشيء لمصلحة أولادنا وبلدنا بتشوف ما فيش عائق. أنا أقول صراحة، أنا بنينا مشاريع وإحنا في رابط شبيه التغيير بميزانية كبيرة جدا، مثل مبدعوني أدور رسالة وطن اللي هو كان مشروع كلف ما يقارب 70,000 شيكل، ما أخذ معنا أسبوع زمان، يعني كان المبلغ موجود عندنا اثنين. يعني إحنا بنطلع حالنا اليوم، يعني أغلبنا رجال أعمال، واليوم إحنا بنقدم وبنشوف حوالينا، يعني كل رجال الأعمال بيقدموا، كان بالرياضة، كان بالنشاطات الثقافية، كان بأي شيء. في أي شيء ما متذكر مرة واحدة عبرت مكان في أو مصلحة تجارية في كفر قاسم وطلبنا منهم دعم مادي وقالولنا لا. وهذا الشيء الجميل، يعني أنا بعرفش كيف في البلاد الثانية، لكن هذا كنا نشعر فيه دائما، هذا اللي بيعطيك القوة للاستمرارية. ومن هنا سوف أطلب منك وأسألك، ما هي رسالتك للمجتمع رامي؟ أنا أقدم رسالة لكل الأهالي ولكل الشباب ولكل المجتمع، بالخص الأهالي، كونوا داعمين ومرشدين لأبنائكم في الخروج للتطوع وفي الذهاب إلى الأماكن اللي فيها نشاطات اجتماعية حتى تقدر تبني شخصيتهم. اليوم احنا بنعاني كأهل من أبنائنا انهم متقوقعين قبال الحاسوب او التلفون، وهذا بيفقد الشباب والطلاب قيمة الانتماء وقيمة بناء الهوية تاعت الشخص. فأنا برسالتي انه ادعموا اي عمل تطوعي، اي نشاط، اي مجموعة شبابية تأتي لخدمة مجتمعنا، ما نوقف قدامها وما نسأل إذا هي تنتمي لحزب أو هي تابعة لحزب أو هي تابعة لأحزاب، لا، ادعمها أول شيء، لأنها ما في إنسان بيجي يتطوع مشان حاله، كل إنسان بيجي يتطوع هو بيجي مشان يخدم مجتمعه، يخدم شعبه، وما بيجي يفكر بس في نفسه. فأنا رسالتي إنه ادعموا كل الأطر الشبابية، انسوا موضوع الانتماء الحزبي، وين ما في عمل تطوعي في نشاط اجتماعي تعالوا نكون حاضنين له حتى نبني مجتمع سليم ومتكامل. شكرا جزيلا لك رامي عامر من كفر قاسم، ناشط اجتماعي، كنت معنا في بث مباشر ببرنامج الموجة المفتوحة. شكرا لك وألف شكر لموقع هلا على هذه الاستضافة الرائعة. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل، ابقوا معنا.